برضو من الموضوعات التانية يمكن اللي كانت على السوشيال ميديا كنا كلنا حاسين بيها في الشارع وفي البيت وفي المكتب وفي الاستوديو في كل حاجة، الموجة الحارة اللي بتمر بالبلاد. هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن الطقس هيفضل حر، النهاردة كان حر جدا يعني تعدى درجته يمكن 41، بكرة السبت برضه هيكون شديد الحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية. وقالت الهيئة أن الطقس ليلا بيكون معتدل على كافة الأنحاء، وهيكون هناك فرصة أن تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد. خلونا نتعرف أكتر على تفاصيل الطقس في الفترة القادمة. معانا على التليفون أستاذ محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد. أستاذ محمود مساء الخير. مساء الخير على حضرتك أستاذ. كل سنة حضرتك طيب. وحضرتك يا فندم بألف خير. دايما بنكلم حضرتك كده لما يكون ايه الجو مش ولا بد. يعني الحمد لله ده طبيعي دلوقتي ده طبعا، يعني احنا دايما النص الثاني من الربيع كده بتتسجل فيه درجات حراره قياسيه شويه، او بمعنى صح مرتفعه بشكل كبير عن المعدلات الطبيعيه، وفعلا زي ما بنقول. بس هي مش امتدت الموجه دي شويه يا استاذ محمود؟ هي طولت بس شويه، مدتها كانت طويله شويه، بس احنا معتادين على الارتفاع الملحوظ في درجات الحراره دايما في شهر 5 والنص الاول من شهر 6 اللي هو النص الثاني من فصل الربيع بصفه عامه. الشهر ونص دول 5 ونص 6 هم دول النص الثاني من الربيع اللي بتسجل فيه اعلى درجه حراره على جمهوريه مصر العربيه على مدار السنه كلها. السنه اللي فاتت وصلت ل 43 درجه مئويه اعلى درجه حراره. السنه دي يعني احنا الموجه 42 دي وصلت بالفعل 42 درجه. لسه معانا السبت والحد بتتراوح فيها درجات الحراره ما وفقا لتوقعات هيئه الارصاد الجويه ما بين 41 و42 درجه مئويه. وبدءا بقى من يوم الاحد هل الدرجات هتبتدي تنزل شويه او تنكسر الموجه، وهتنكسر مثلا درجه او درجتين ولا تنكسر 4 5 درجات مثلا؟ باذن الله اعتبارا من يوم الاثنين تبدا تنكسر هذه الموجه شديده الحراره بحوالي 4 5 درجات، وهيستمر معانا هذا المعدل في الانخفاض باذن الله حتى نهايه الاسبوع ومع بدايات ايام العيد باذن الله. هل ده مؤشر يا استاذ محمود ان الصيف هيكون صيف حار جدا؟ لا طبعا يا فندم، احنا دايما بنقول ان ما فيش علاقه بين الفصول وبعضها، لان كل فصل بتبقى فيه توزيعات ضغطيه وكتل هوائيه مختلفه عن الفصل الاخر بتؤثر على جمهوريه مصر العربيه. فالكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا خلال هذه الفتره مختلفه تماما عن الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا في فصل الصيف. دي ليها سماء، والكتل دي ليها سمات، والكتل دي ليها سمات اخرى بيصاحبها درجات حراره برضو مختلفه. الصيف عندنا في مصر سماته ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبه. صحيح. وهو ده اللي بيدينا احساس بالاختناق وزياده في كميات العرق اللي بتخرج من جسمنا. احنا خلال هذه الفتره رغم الارتفاعات الملحوظه في درجات الحراره الا اننا ما بنعرقش بشكل كبير زي ما كنا بنعرق في فصل الصيف. صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد.